هذا وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال إنها إجراءات حازمة تؤكد التزام قيادة المملكة الحكيمة بإيضاح الحقائق أمام الرأي العام العالمي ومواصلة التحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة. وأكد أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين برهنت على حرصها واهتمامها بكشف ملابسات هذا الحادث المؤسف بكل شفافية، إيمانا منها بضرورة إحقاق الحق وإرساء العدالة وإنفاذ القانون.